بص انا عايزك ما تفرحش في الحته والجزئيه بتاعت حسام عاشور، يعني ما تقعدش تتكلم عليه وان هو خسر كتير وان هو بلا بلا بلا، لان هو كان متفق على مشروع تركي الشيخ، وتركي الشيخ اللي اعرفه عنه كويس ان هو ممكن يكون بيحب الشو بيحب كل حاجه، بس لو بيوعد حد بينفذ الوعد اللي هو وعده بيه. فاعتقد ان حسام عاشور هيتعمل له مباراه اعتزال بين الميريا واي نادي موجود تاني في مصر، وممكن كمان يعمل له اي حاجه بعد كل اللي حصل ده، لان حسام عاشور هو الوحيد المتضرر من كل الخناقه اللي حصلت ما بين الاهلي وتركي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بص مبدئيا عارفك ان انت هتقعد تقول لي طب النقطه بتاعت عاشور دي بتدافع على تركي ليه؟ بص هو تركي الشيخ شخص ممكن يكون فيه حاجات سيئه، بس مع الاسف تركي برضه فيه حاجات كويسه كتير، زي ان هو مثلا بيصون العهد اللي هو بيوعده لاي حد، زي ما هو عمل مع عبد الله السعيد، وان هو كان واعد عبد الله ان انت ما تخافش على مستقبلك، وفعلا امن عبد الله السعيد فتره طويله لحد ما عبد الله دلوقتي هيبطل كوره وبيلعب في نادي بيراميدز، لا وهو نادي تابع لتركي الشيخ. فتركي في الحاجات دي لا بصراحه الراجل مشكور جدا، والراجل ما بيخش اي عهد هو عمله مع اي لعيب في موضوع حسام عاشور. وتركي اعتقد ان حسام عاشور برضه الاتفاقيات بتاعته هتفضل زي ما هي ومفيش حد هيمس بيها. اما بقى حته ان النادي اخيرا قبل استقرار تركي الشيخ، وان انت عايز تتكلم على ان هو بيان تاريخي واضرب يا خطيب، والخطيب بيرجع كرامه الاهلي المهدره، الخطيب بيرجع كرامه مجلسه المهدره مش كرامه الاهلي، لان الاهلي ملوش دعوه باي حاجه. وزي ما قلت لك في الفقره الثالثه محمد سراج قبلوا منه الاعتذار الكتابي على ان هم كانوا عاطين قرار ان محدش يتكلم، يعني معنى كده ايه؟ محمد سراج كان بيتكلم من دماغه، يعني زي ما انا ما كنت بقول لك موضوع شخصي، بس انتوا بقى حبيتوا تدخلوا الاهلي فيها اللي هو اي بطوله والسلام. يعني والله بصراحه ربنا الهكم في عون الناس اللي هي عايزه اي بطوله للمجلس وخلاص، يعني بس صراحه الناس دي جالها الخطاب بتاع الطبطاب، الخطاب اللي هو هيستمتوا بيه ان اخيرا تم رفع اسم تركي الشيخ من رئاسه الشرفيه للنادي. طب مين اللي جاب تركي الشيخ وقعدنا نتخانق مع بعض سنتين ثلاثه؟ لا ما مجلس الاداره. طب مجلس الاداره ده ضيع سنتين من عمره وهو بيتخانق مع تركي الشيخ. بص انا لسه مقتنع لحد دلوقتي ان تركي الشيخ هو رسم لهم ان هم من غير تركي مش هيعرفوا يعملوا حاجات كتيره من اللي هم كانوا بيتمنوا يعملوها، بس بصراحه الراجل وصل معاهم لمرحله غير طبيعيه، وخصوصا تويت التركي امبارح او بوست تركي على فيسبوك امبارح ان هو انتوا اللي طلبتوا مني ان انا ارجع، وان انا ما بضغطش عليكم باسم المملكه زي ما انتوا بتحبوا تصدروا للجمهور بتاعكم اللي هو عايز يقتنع ان في اي تبرير وخلاص بره ان الراجل بيستخدم سلطته كوزير ترفيه سعودي في ان هو يتدخل في الشان المصري، بس الراجل قال لك لا انتوا اللي طلبتوا مني ان انا ارجع، وانتوا اللي ما رضيتوش تقبلوا الاستقاله بتاعتي اللي انا مقدمها بقالي سنتين، وانتوا لحد دلوقتي لما انا مش فاهم الموقف بتاعكم في ناس كانت عايزاني ارجع وناس ما كانتش عايزاني ارجع، طب رجعتوني ليه؟ وده نفس الكلام اللي بيقوله جمهور الاهلي، بس الجمهور بتاع الاهلي اللي هو فيها منه عايزه تفهم من الدنيا ماشيه ازاي. النهارده الفئه الثانيه يا لهوي النهارده الفرح بالنسبه لها، خلاص بقى خطيب رجع كرامتك يا اهلي، والخطيب عمل وسوى. طب مين اللي كان بيحكي كرامه المجلس؟ لا ما هو الخطيب. طب يعني احنا مستنيين اي حاجه حلوه؟ بص احنا مستنيين اي فرح وخلاص، اي انجاز كده نعتبره ان هو الراجل عامل اللي ما يتعملش. طيب البيان ده فيه ايه؟ البيان فيه ان حسام عاشور راح كبش فداء، وان حسام عاشور تم توجيه الشكر ليه، وان هو منحوه الاستثناءات اللي هم كانوا عاطينها له، اللي هي الاستثناءات اللي تركيا هيدفع 24 مليون بالمناسبه برضه، يعني الاستثناءات اللي انا مش عارف يعني كان هيدوا له دورات تدريب ويجوا يشغلوه في قناه الاهلي اللي ما حدش بيتابعها وما في، بس عادي يعني هم كانوا بيقولوا ان احنا هنعملك ماتش اعتزال وهنشغلك في القناه، ولو عايز تدرب هنديك كمان دوره تدريب، وال 24 مليون لا تركي اللي هيدفع، وتركي اللي برضه لسه هيدفع لحد النهارده موضوع حسام عاشور. طيب الدنيا دلوقتي في البيان، لا البيان ان احنا نرفع قضيه على الزمالك علشان خاطر يافطه القرن، يعني انتوا ازاي اصلا تحطوا يافطه باسم نادي الزمالك نادي القرن؟ اي يعني اللي هو بص ده بيان جماهيري بحت، انا عايز ارد الجمهور بتاعك باي طريقه، بصوا على كذا جبهه بقى ويلا بخربوها، بينا السفارة التركي وكمان هنعمل بلاغ ضد المحترم منصور وهنعمل كل اللي انتوا عايزينه، بس محمد سراج اللي احنا كنا ماشيين يعني ماسكين الطبله ليه ان هو باسم الاهلي واسم الاهلي بيرد، لا ده في اعتذار ان هو خالف تعليمات مجلس الاداره، دي طبعا هننساها وننسى اي حاجه، بس هو النهارده يوم بطولات والنهارده يوم تطبيل والنهارده ارفع يا ابني الطبله، المجلس بتاعك خد حقك، اللي هو المجلس خد حق نفسه ما خدش حق انا مالي انا؟ هو اللي بيتشتم وهم اللي بيتشتموا والراجل اللي عمال يبهدل فيه، انا مالي انا يا اسطى يا اسطى؟ انا راجل قناتي فيها 3000 ويعني القناه مش مشهوره قوي، انا مالي يا اسطى؟ هم اتخانقوا مع تركي اتصالحوا، ما انت برضه نفس الحوار، يعني هو مجلس اداره جاب مستثمر خليجي اتخانق معاه بعد كده رجعوا له تاني علشان خاطر يدعمهم، بعد كده اكتشفوا ان احنا مش عايزينك تدعمنا يا عم الحاج، فخلاص احنا بقى ذنبنا ايه؟ لا ما احنا عايزين نطبل بقى، طبلوا بقى انتوا براحتكم بقى، وروح اسمع علاء صادق وروح اسمع الناس اللي هتمسك الطبله وتقول لك بيان تاريخ وبيان عظيم. طب هو مين اللي كان عامل كل الفرح والحفله دي؟ هتتخاف تسال نفسك كده، انا عارفك والله، انا قلتها لك امبارح، بس انا بصراحه ربنا هم فاجئوني، انا اتفاجئت بصراحه ان هم اخيرا قبلوا استقاله بتاع الراجل من سنتين، يعني اخيرا يا راجل، الراجل امبارح لمح لهم ان انا خلاص الموضوع بالنسبه لي خلص تماما، وان انا طول ما انتم موجودين مش هدعمكم، بس عادي يعني، انت عايز تثبت ان بص انا ما باخدش فلوس من تركي، ده لو انت عايز تخش في الحوار بتاع ان انت تاخد فلوس من تركي وبتدافع عن تركي ليه؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، مجلس الاهلي بيدفع ثمن الفاتوره اللي هو حطها بنفسه وهو اللي اشتراها، يعني هم اللي حاسبوا على المشاريب وهم دلوقتي اللي طالعين ان هم يقول لك
انا ماليش دعوه. ودلوقتي برضه هتلاقي في بطولات وهميه هم خدوها على السوشيال ميديا، هي دي الحاجات اللي هم عايزينها، هم عايزين ياخدوا بطولات وهميه باي طريقه. وكل سنه وانت طيب بقى يا صديقي، واخيرا تركي خلع من عندنا في الاهلي، بس مش عارفين، انا اتمنى ان هو يكون خرج تماما من بره دايره الاهلي، لان انا بصراحه زهقت من الموال ده، وعايز السنتين اللي موجودين كابتن محمود خطيب او السنه تخلص على خير، عشان بصراحه ربنا الواحد خلاص يعني جاب اخره. بص انا عارف ان الفيديو مش هيعجبك، لان انا ما طلعتش طبلت وقلت بيان تاريخي مدربي خطيب، وايه العظمه اللي طالعه في البيان دي، وايه الخمس نقط العظيمه دي. لان هو في نقطتين قاعدين يدافعوا على نفسهم، وان احنا لا احنا طلبنا قبل كده لجنه علشان خاطر ترد الهدايا، نسيت. بس اهم حاجه ان هم قبلوا استقاله تركي، الحمد لله.